مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. في الفيديو هذايا باش نحكيو على ماتش الاتحاد الليبي والترجي التونسي، لكن اللي باش نحكيو عليه بالاخص هو الاتحاد الليبي وشنو تنجموا تعرفوه على النادي هذا، لانه ممكن انه ينتصر على الترجي، ممكن انه يترشح للدور القادم. هذا اللي باش نشوفوه في الفيديو نتاعنا. خلينا ساعه نبداو بشويه تاريخ الاتحاد الليبي. هو اكثر نادي متوج في ليبيا ب 17 بطوله، اخرهم كانت بطوله السيزون اللي فاتت 2020 2021. قاريا ما عندوش انجازات كبيره بخلاف 2007 في الشامبيونز ليج وين وصل للفينال ضد الاهلي وخسر 1-0 وبعد العادة 0-0 وما ترشحش للفينال. في كاس الكونفدراليه في 2010 وين زاد كيف خسر 2-1 ضد الفتح الرباطي وبعد ربح 1-0 ما وصلش للفينال. اما الغياب الحقيقه نتاع الانديه الليبيه في الفتره الاخرى الكل، نتصور مش بسبب انه المستوى نتاعها طايح، بالاخص مع التبديلات اللي صايره في الشامبيونز ليج وفي كاس الكاف اللي ولاو اربع مجموعات، لكن غيابهم على خاطر البطوله مش قاعده تلعب بانتظام. من 2010 التوا البطوله الليبيه اتلعبت اربع مرات اكهاو. ندخلوا توا باش نحكيوا على السيزون هذايا، وخلينا نقولوا انه الترجي يتسمى ما عندوش زهر. علاش ما عندوش زهر؟ على خاطر مع الانديه اللي موجودين الكل، الاتحاد الليبي هو اصعب نادي ممكن تواجهه في الدور هذايا. اول حاجه خاطر يتسمى ديربي بين جمعيه تونسيه وجمعيه ليبيه، فالماتش باش يكون ساهل وباش يكون فما زوز فرق انهم يحبوا يربحوا، باش يكون فما تنافس. ثاني حاجه الشعبيه بطبيعه نتاع الكوره في ليبيا، والناس الكل تتبع والناس الكل حاطه امال كبيره على الفريق هذايا. وشفنا السيزون اللي فاتت كيفاش الترجي عانيت باش ترشح ضد اهلي بنغازي في الماتش ضد جمعيه ليبيه، مش باش يكونوا ساهلين. بخلاف هذا الجمعيه هذه بالذات عندها فريق حلو برشا وفريق يلعب كرة، وهاو باش نحكيو على اهم الاسامي اللي فيهم واهم الملاعبيه اللي موجودين. التشكيله نتاع الاتحاد الليبي تقريبا باش تكون بالشكل هذا. باش نلقاو الليفي في حراسه المرمى، باش نلقاو السويعي يلعب اير دروا، الناجي ومعتصم صبو اللي نعرفوه يلعب في الاتحاد المنستيري كان، باش نلقاو هما في قلب الدفاع. كظهير ايسر باش نلقاو الهوني، في الميليو باش نلقاو غازي العيادي نتاع النادي الافريقي، معاه ربيع الشادي والخوجة، والقدام باش نلقاو ممكن العباسي، معاذ عيسى وزعبيه. الملاحظه اهم في الفريق هذا انه ما عندهمش فكاك متميز، او ما عندهمش فكاك معناها صحيح. نلعبوا في ميليو بغازي العيادي، قلت بجنبه ربيع الشادي والخوجة، وثلاثه ملاعبيه نجمو نقولوا اوفنسيف شويه، وغازي العيادي ممكن هو اللي مؤخر وراهم اكثر. الماتش اللي فات كان عمل شونجمون غريب برشا، هو انه خرج غازي عيادي بين الميتون ودخل في بلاستو ملاعبي اسمه يوسف كارا. الملاعبي هذايا من ليبيريا، ملاعبي صغير وملاعبي تكنيسيان برشا، وحط البونتو دوب ما تخلي يعني تقريبا 53 حط بونتو مزيان برشا، تنجموا تمشيو تشوفوه. والجمهور قاعد يطالب باش انه الملاعبي هذايا ياخذ اكثر وقت في الميدان، لكن علاش ممكن الملاعبي هذا مش قاعد ياخذ في اكثر وقت؟ خلينا نفسر لكم. فما ملاعبي اسمه زعبيه، زعبيه الناس الكل تفكروه اللي هو رسالة الترجي محمد زعبيه، ما كملش السيزون ظهر لي ومعطاش اداء كبير، شويه منه هو وشويه زاده من انه قعدوه برشا على البنك ومخداش فرصته كامله، وكان خرج تشكى وقالوا انه بالرغم اللي هو يترنى بالقدا وكل شيء، لكن باغي قاعد يقعد على البنك، والحاجه هذه قلقته وخلته يرجع مره اخرى ليبيا. شنو هنا المشكله مع زعبيه؟ زعبيه توا عمره 32 سنه، والجمهور قاعد يشوف انه الملاعبي هذا كبر في العمر وما عادش ينجم يعطي كما قبل. جمهور الاتحاد الليبي يحبوه برشا وبالنسبه لهم هو واحد من الملاعبيه الكبار نتاعهم، لكن قاعدين يقولوا انه يزيك سيء وفي العطاء نتاعك ما عادش تنجم تعطي اكثر من هكا. لكن النقطه القويه في محمد زعبيه اللي هو قادر من كره ميته انه يجيب لك بنالتي، انه يعمل لك شويه قلق، يجيب لك فوت. الطرح اللي فات مثلا نعطيكم اكزامبل، طرح كامل كان غايب، جا في كره حط باس تمركى به البونتو الاول، وفي اخر الوقت جا بينالتي مشى شاطها هو وجا البونتو الثاني. فهذيك علاش نتصور زعبيه باش يكون اساسي. ممكن هذه النقطه اصلا تقلق الترجي باعتبار انه هو الملاعبي هذا يحب يوري روحه لجمهور ريسبيرانس، ويحب يوري انه هو ماخذاش فرصته في الترجي وباش يعطي مليار في المية من اللي عنده. بالنسبة لأهم لاعبية في الفريق، انا شفت فما أرير دروا اللي هو اسمه الصويعي،
علي دروا متميز برشا الحقيقة وفكيك، ومن اللي نزل علي دروا كنقدم اللي مش يقدم ياسر وما يخليش سباس وراه كما اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا، ليه بالعكس رزين يلعب في بلاستو يعرف وقتاش يطلع، وممكن نشوفوا تشالنج حلو برشا بينه وبين كيوالا. لكن أهم ملاعبي أوفنسيف بالنسبة للفريق هذا هو معاذ عيسى، ملاعبي يلعب إليه ويلعب زادة كنص ميدان، ملاعبي يعني جوكير وين تحط ويتحط، والحقيقة ملاعبي كبير وشو رابيد برشا وعنده كل شيء نجم يقلق ياسر ديفونس تراجي، ويلعب حتى في المنتخب الليبي، هذاك علاش ملاعبي هذا لازم تأجي ترد بالها منه، هو أكثر ملاعبي قاعد يجي منه الخطر. في نص تيران فما ملاعبي اسمه ربيع الشادي، زاد هذا ملاعبي ممكن باش تلاحظوه ممكن يكون عنده تأثير كبير. بالنسبة للنقاط السلبية فما نقطة اللي حكيت عليها كنت، اللي هي ما فماش فكيك، ما فماش ميليو ديفونسيف واضح الفريق هذايا، ولكن النقطة الأبرز أنه ما عندهمش طريقة لعب زادة واضحة. آخر مرة كانوا يلعبوا ضد فريق زونزيبار وكانوا شادين الكرة بطريقة كبيرة، ولكن مش قاعدين يلقاو في الحلول القدام، والحلول اللي جات تقريبا كانت حلول فردية شوطة من بعيد وبعدها بينالتي، فالفريق مش قادر أنه يصنع اللعب بشكل كبير. حاجة أخرى ممكن تستحقوا تعرفوها أنه الاتحاد الليبي مزدلجي كان في مصر لعب زوز ماتشوات، ماتش ضد الزمالك وماتش ضد سيراميكا كليوباترا، اتعادل في الاثنين 1-1 ضد الزمالك و 0-0 بعد سيراميكا، والتعادل متاحه ضد الزمالك يوريك انه الجمعية هدية ما يستهانش بها، وجمعية كبيرة وجمعية قادرة انها تقلق. بخلاف هذا الفريق مازال قاعد ينتدب، وهذا يوريك النية متاحه انه ممكن يوصل للتشامبيونز ليج علاش لا. واخر انتداب كان لهم مهم هو انتداب سند الورفيلي الديفنسور اللي يلعب كان في الرجاء واللي يلعب زده في منتخب ليبيا، انتداب كبير برشا اكيد مش يلعب ضد الترجي باعتباره انه مش مؤهل توا، لكن يوريك وانه الادارة قاعدة تفكر في المرحلة الجاية وانها ممكن تتعادى الترجي، انها ممكن تمشي دور المجموعات. في الاخر كما كنت قلت هذا يتسمى اهم تيست بالنسبة للراضي الجعادي، قلت ماتشوات السوبر حتى كان ضايحهم مش باش تكون مشكلة بالنسبة لي هو، لكن ماتش الاتحاد الليبي هو اهم ماتش، تعرفوا قيمة الشامبيونز ليج بالنسبة للترجي، انك توصل وانك ما توصلش هذه مسألة ترجي ما يفادلكش فيها، وجمهور الترجي بالنسبة لي هو انه يوصل للشامبيونز ليج هذه حاجة اساسية ولازمها تكون موجودة، هذاك علاش لازم يرد باله ويلعب اقل ريسك على خاطر مش هذا هو الوقت اللي تنجم تجرب فيه برشا حاجات. نذكركم اللي ماتش الالي باش يكون في ليبيا باش تلعب نهار لحد 16 عشية. بهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، اذا عجبك اعمل لايك اعمل سبسكرايب، نتقابل في الفيديو الجاية، باي باي.